وانت كمان لانك يعني نموذج في حاجتين، يعني انه جوزوكي تحت السن، وانه كمان ان انتوا الاتنين اضطريتوا يعني تعملوا تشربوا الحشيش يعني والمخدرات. ليه؟ بص، انا حياتي كلها كانت ضياع في ضياع. انا عشت في الدور، يعني اتربيت في الدور، ولما كنت شقية وانا صغيرة وكده، عشان كنت دايما بجيب حقوق اخواتي وكده، وبتكلم في اي حاجة تخص اخواتي وكده، هما زهقوا مني، قالوا بقى ايه، مفيش غيرها في الدار، لا احنا هنخلص منها. فصحوني الصبح قالوا لي قومي عشان تروحي المدرسة، كان اخواتي كلهم في المدرسة. فقمت لبست على سنة انا هروح المدرسه، لقيتهم بيقولوا لي ايه، خلاص احنا مش هنقدم لك النهارده في المدرسه، احنا رايحين نجيب تبرعات. رز، قلت لهم خلاص ماشي. تبرعات ايه؟ رز ايه؟ شكاير رز يعني للدار. فقلت لهم خلاص ماشي، انا كل ده مش فاهم اي حاجه، ما اعرفش اي حاجه، كنت لسه عندي 10 سنين 11 سنه. فروحت معاهم، فلقيت المسافه طولت، بقول لهم احنا رايحين فين، قال لي احنا رايحين نجيب شكاير رز للدار وكده. قلت لهم خلاص ماشي. رحت لقيتهم موديني اصلاحيه في المنصوره، وبيقول لي انزلي. انا قرات اليافطه، اتصدمت. قلت لهم انا مش هنزل من العربيه. لقيت مخبر داخل جاي عند العربيه بينزلني عافيه، مطلع لي كرباك، هو كان لابس جلابيه ومطلع لي كربات من البتاع، وعمال بيضرب فيا، بيقول لي هتدخلي جوه، يعني هتدخلي جوه. قعد يشتمني ويسيب لي الدين وكلام من ده، وانا عمال اعيط واقول لمواصفاه انت هتسيبيني امشي، انا مش، انا عايز ارجع لاخواتي، مش عارف ايه. قالت لي لا، انت اخرك تقعدي في المكان ده. كانت هي وواحده تانية اسمها مدام زينب، كانوا شغالين في الدور. كان عندك هنا كام سنة؟ 11 سنة 10 سنين، كنت لسه عيلة. بس رحت قعدت بقى في الإصلاحية، قعدت فيها 3 سنين ونص، 3 سنين و4 أشهر كده يعني. بس قعدت فيها المعاملة ازاي هناك؟ مدة إيه؟ المعاملة ازاي؟ رحت قعدت فيها، طبعا أنا أول مرة أدخل المكان دوت، معرفش حاجة، ومشرفة، أنا طبعا بعيط، مشرفة مثلا تناديني تقول لي تعالي، ما ردش عليا. طب أنا متضايق، أنا معرفش حاجة في المكان، وأنا عايز أرجع لإخواتي. فما ردتش عليها. ببص لقيت 3 مخبرين طالعين عليا، معلقين على خشبه كده زي فلكه، وبيقولوا لي لما المشرفه تنادي عليكي بعد كده ترد عليها. وقعدوا يضربوني بالكرباك ومش عارف ايه، وقعدوا يشتموني ويدوني بالشلاليل. ده كله انا ما اعرفش، انا كل ده بيحصل فيا ليه؟ كل ده وانت طفل 11 سنة؟ كل ده انا ما اعرفش ليه، ايه اللي انا عملته ان انتوا تعملوا معايا كده؟ يعني انت ما عرفتوش هم ودوك الإصلاحية ليه؟ لا ما اعرفش. انا كل اللي انا عرفته عشان اللي انا اللي دايما مثلا حصل حاجه، انا اللي بقعد اتكلم في حقوق اخواتي ومش عارف ايه كده، يعني اي مشاكل بيبقى انا في الوش. ان صوتك عالي شويه وبتطالب بالحقوق يعني. بس فهم بقى مودوني بقى المكان ده، انا قعدت فيه عشت فيه لحد بقى ما جم قالوا لي هتتجوزي. قلت لهم لا مش هتجوز، انا هكمل تعليم. قالوا لي لا هتتجوزي ومش عارف ايه. قلت لهم لا مش هتجوز. في واحد بقى اسمه حشمت في المنصوره، تبع اسم تاني متهيألي، هو اسم اول، جالي المؤسسه هناك، قال لي لم حاجتك دلوقتي. بقول له هتوديني فين؟ قال لي انت هتروحي اصلاحيه في كفر الشيخ. قلت له انا تعبت، خلاص سيبني امشي في الشارع، انا مش هروح في حته ومش عارف ايه، انا تعبت، انا مش هروح اصلاحيات تاني، انا عايز ارجع لاخواتي. قال لي الحاجه عارفه باللي هيحصل لك على ما هو كامل اللي هي مسؤوله عن الدار. قال لي احنا كلمناه وقلنا لها مدام كاميليا العربي، قلنا لها خدي بنتك، انت كنت جايباها عقاب 3 شهور، انت مش جايباها ان هي تعيش العمر كله هنا، والمكان ده اصلا مش مكانها. قالت لهم وديها في اي حته، انا مش عايزاها. فحشمت ده عرض عليا، قال لي قومي البسي. قلت له مش هلبس. قعد يضربني لحد ما لبست ولميت حاجتي. وقال لي ده وظيفته ايه يعني؟ هو ما اعرفش، هو ما قالوا لي، هو قال لي انا تبع اسم تاني في المنصوره. طبعا انا مش فاهم اي حاجه، انا عايشه في كابوس. ودوكي كفر الشيخ؟ ما ودنيش بقى كفر الشيخ. قلت لهم ايه، قالوا لي كفر الشيخ هي هتتجوزي. طبعا انا بقيت قاعده محتاره مش عارفه اعمل ايه، وبرده مضروبه. كان عندك كام سنه؟ كان ساعتها عندي 14 15 سنه. بس بعد كده بقى جابوا بقى الراجل اللي كان عايز يتجوزني، هو طبعا اكبر مني ب 22 سنه، وانا كنت رافضاه. جابوه قالوا له انت هتتجوزها، وقال لهم خلاص ماشي. وقام واخدني ومشرفه راحت معانا، ورحنا لمحامي كتب ورقتين. كده يعني ده انت كده قاصر يعني، في يعني خدوك، المهم جوزوكي يعني. عند محامي بورقتين وكده. بس يعني جيت اطلب الدار في حقوقي، قالوا لي مالكيش حاجه عندي. ده عرفي يعني. جيت اطلب جيت اطلب حقوقي من موكاميليا، قالت لي مالكيش حاجه عندنا، انت اخرك تعيشي في الشارع، زي ما جيتي هترجعي مكانك. طب وهي كانت عارفه ان انت بيجوزوكي؟ ايوه كانت عارفه. المديره كلمتها وقالت لها بنتك هتتجوز ولسه صغيره ومش عارف ايه وكلام من ده. قالت لها تروح زي ما تروح، هي مش بنت. وكانوا فاتحين المايك وكنت سامعه المكالمه بتاعتها،
وهم نزلوا لي من فوق قالوا لي اسمعي يا بتقول ايه؟ مش انت عايز اخواتك وعايز ترجع لاخواتك؟ اسمعي الكلام. بس بعد كده قلت لهم خلاص انا هتجوز. ما خلاص انا ما قداميش حاجه غير اللي انا هعملها غير ان انا اتجوز، وزي ما تيجي تيجي بقى خلاص. واحد هيبقى على ايه تاني في حياتي؟ قلت لهم خلاص انا هتجوز. واتجوزت وعشت في يعني عشت 4 سنين و8 اشهر في الجواز. طبعا انا في اول الجواز كنت بطلب الطلاق بسبب المشاكل اللي بينه وبينه، وان هو كان دايما معاملته كانت وحشه معايا، يعني ما كنتش بلاقي حد اشتكي له. هما هنا مش جوزوك، ده باعوكي يعني. هما الدار باعتني والاصلاحيه باعتني يعني كده باعوكي يعني. يعني كله بعمل حتى كله. يعني ده احنا قاعدين بنصرخ ونقول الا زواج القصر والقاصرات. طبعا هنا ده اتجار يعني. بس ولما جيت اتطلقت واحتجت للدار قال لي لا انت مش هتعيشي في الدار، انت مش على قوه الدار. طب انا على قوه مين؟ انا تبع مين؟ وانا اتربيت فين؟ لما انا مش على قوه الدار، لما انتم مش هتربوني خدتوني ليه اصلا؟ ما في 100 دار تانية كانت هتاخدني وتربيني. ليه خدتوني؟ قالوا لي ما مش هتقعدي في الدار مش عارف. قلت لهم انا مش هطلع من الدار، انا قاعده. واخواتي وقفوا معايا وقال لي انت مش هتطلع من الدار، انت هتعيش معانا. كده كده ده مكانك. بس وبعد كده بقى لما برضه لما جالي عريس وقلت خلاص انا هتجوز ومش عارف ايه وكده، وجيت طلبت بالجهاز وكده، قالوا لي انت مش على قوه الدار، ما فيش حاجه عندنا. يعني انا في اول جوازه ما بس انت اول جوازه بتقول 4 سنين اللي هي باعوكي فيها دي لواحد اكبر مني ب 22 سنه. اكبر منك ب 22 سنه وانت بنت عندها ما بين 14 و15 سنه طفله. وبعد كده رجعت جمعيه ايه؟ الجمعيه اللي انا اتربيت فيها احباب الله. بس هما طبعا بقى رافضين ان واحده تبقى متجوزه وتقعد في الدار. طب احنا نروح نعيش فين؟ يعني مش كفايه الواحد شافه في حياته كلها، هيروح يعيش فين تاني؟ وانا ماليش مكان اصلا. يعني انا اصلا كمان قاعده في الدار وانا مش على قوه الدار. وبيهددوك كل شويه انك هيمشوك. واجي يعني مثلا اقول لهم على حاجه يقول لي انت مش على قوه الدار عشان نعملها لك. طب انا مين اللي يعمل لي؟ انا مين اللي يجيب لي؟ انا اجيب منين انا؟ طيب وليه بقى مطلعين انتوا كمان عشان بتشربوا الحشيش والمخدرات؟ انا المخدرات دي ما شربتهاش غير بعد ما اتطلقت. كله جه ورا بعضه. لقيت ان الدنيا اتقفلت في وشي وان مفيش حد قابل بيا، ان مفيش حد عايزني وهعيش فين؟ ف ملقتش حاجه اعملها. دخلت في قصه المخدرات. جوه الدار؟ جوه الدار، بره الدار، في اي حته. يعني جوه الدار بتجيبوا المخدرات؟ بنجيبوا المخدرات بنجيبه ونقعد نشرب جوه مع بعض. طب دي يا جماعه دي يعني ده منظومه انسانيه واجتماعيه يعني ان انا اسيب البنات للضياع ما بين اتهامات الفسق والفجور للحشيش والاتجار بالبنات وتزويجهن تحت السن. طيب بعد كده انت طبعا بتقولي يعني الحياه عشان في ضياع فبتضطروا كده ان انتوا مكمله للاخر ضياع. وانتوا عدد كبير بتعاطوا المخدرات جوه الدار؟ احنا عدد صغير جدا يعني قول 5 6 بس. يعني عدد صغير جدا. بس هو اصلا من واحنا صغيرين ما حدش عرفنا الصح من الغلط، من واحنا صغيرين هم بيضربونا. يعني ما فيش لحد وقتنا هذا بنتضرب. يعني انا هتم 23 سنه لحد دلوقتي الجردات بيمد ايديهم علينا. هما بقى مش المفروض ان هما جردات، هما من العرب والكلام دوت. هما من شارع اسمه شارع الجمهوريه، هما اصلا مش جردات، هما مجموعه شباب اصحاب في شارع لموا بعضهم وقالوا بقى ايه احنا تبع شركه ومش شركه ومش عارف ايه، واشتغلوا في الدار. والدار عارفه بكده ان هما اصلا في منهم ناس كانت رد سجون. ايوه مش في منهم ناس يعني مش متعلمه معها الشهادات، تيجوا تشتغلوا في الدار تمسكوا وظيفه الدار بتاع ايه لما انتوا معاكوش شهادات وبيتعاملوا. يعني هم وظيفتهم انهم يأدبوكوا يعني ان انتوا يضربوكوا. لا هو بس حضرتك المفروض شغلانتهم بيقفوا على الباب بتاع الدار ان ما حدش يدخل علينا. ما حدش يدخل علينا، هم بقى بيتعدوا علينا وبيعملوا طبعا كل حاجه. طبعا ضرب واهانه واي حاجه بتيجي في بالهم بيعملوها. لا وبيتعاملوا يعني معانا مع رجاله يعني مش بنات. مش بنات، لما ابص الاقي واحده من اخواتي تحت رجلي 3 رجول وكله شلاليد وشها ومنازله على دماغها. بيبقوا لابسين جزم كبيره. بيبقوا لابسين جزم وخبط في الدماغ وخبط في الجسم. ما فيش حاجه. هو احنا مش دي بنادمين. دي دار رعايه وايتام ولا سلخانه؟ لا دي سلخانه فعلا. التعذيب دي سلخانه. هو من واحنا صغيرين واحنا على الحال ده. احنا عشنا بنتضرب من واحنا صغيرين واحنا على الحال ده. انت كمان بتقولي في يعني اعتداءات عليكي، يعني في اصابات في عندك. في راسي. في
في راسك؟ كان في واحد من اخواتي بيجري ورا واحده من اخواتي من الجرداب برضو. كان بيجري وراها وكده، فانا كنت رايح اجري وراها عشان كنت بدافع عنها، فراح مديني بالشلوت في بطني. لا الاول ضربني بالشومه في جنبي، فانا قعدت، فضربته بالشلوت من تحت، راح مديني واحده في دماغي بقى. ما حسيتش بقى، ما اعرفش انا رحت فين. خدناه وجرينا بقى على المستشفى. دماغك اهي